إذن لابد أن نعطي العلم حقه الأول مع نفسك، الثاني مع زميلك. المؤمن مرآة أخيه، يعني الآن أي خطأ عند هذا أخي أنا أنبه عليه. لا يمكن أن أترك أخي على الخطأ، لابد نتعاون على البر والتقوى. جاء وقت الصلاة لا أترك أخي لا يصلي، أخذه إلى المسجد. إذا رأيت منه خطأ، رأيت منه تقصير، لابد أن أردع عن هذا الخطأ. لا تصاحب إلا مؤمنا، لأن المشكلة الصاحب ساحب. لو تصاحب من يدخن يوما من الأيام تدخن، بل هذا الذي يصاحب المدخن هو يستنشق الهواء الملوث أكثر من المدخن. المرأة إذا كانت محجبة وتصاحب تمشي مع مرأة سافرة غير محجبة، يوم من الأيام هذه تدعوها إلى السفور، إلى ترك الحجاب. قل لمن تصاحب أقول لك من أنت. يعني الآن إذا أريد أسأل عن هذا الشيخ أسأل عن صديقه، إذا عرفت الصديق هذا مثله لا شك. صاحب النبي صلى الله عليه وسلم من؟ أفضل الأمة، أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أبو بكر الصديق رضي الله عنه.